مستثمرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وخبيرة تجميل، عضوة دائمة ومدربة معتمدة دوليا لدى الاتحاد العالمي الأكاديمي والأكاديمية البريطانية. أتمت وأقمت وأشرفت على أكثر من 68 دورة تدريبية حول العالم. بدايتي كانت بتأسيس أول شركة هانيبال للاستيراد والتصدير بال 2006. درست الإعلام بجامعة الدار ودرست ودربت بنفس الجامعة. بعد أسست ليالي الخيام إيفنت ومركز عبير نور للتجميل، ومن ثم إلى عالم العقارات والاستثمار والبورصة والأسهم في سوق دبي المالية. طبعاً دراستي وتكويني في الإعلام والبزنس، بس كشغف وحب للتجميل أكثر. جئنا لهالوطن البديل، فكان هذا الوطن البديل الوطن الأصيل. التسهيلات اللي عم تقدم لنا إياها اليوم الحكومة الإماراتية أكثر من أن تعد، كتخفيف الضرائب والرسوم خصوصا بعد جائحة كورونا، ساعدتنا كتير كشركات ناشئة على الاستمرار. والله بيننا في هالبلد شعبا وحكاما. أو كل مشروع له صعوبات، ولكن الحمد لله تخطيت كل هالصعوبات إلى درجة أني فتحت مرة بزنس بتذكر، وعلى مستوى طبعا، وخسرت فيه خسارة يعني كانت شوي فاتحة. ومن يومها بالعكس في البعض بيقول لي أنه خلص يعني تجربة هيك صعبة ما بقى تتعمقي أكتر، خلص حدي من الخسائر أحسن من أنه بزيدي. هالشي ما أثر علي كتير، بالعكس كملت في مجال البزنس، والحمد لله هلا معظم رفقاتي اللي بدهم يفتحوا مشاريع بيجوا لعندي بعمل لهم دراسة جدوى. الخدمات اللي عم اقدمها طبعا بما خلينا نحكي بكذا مجال، او خلينا نخص مجال او اثنين عشان ما شتتكم كثير. بخصوص الدورات التدريبيه، بنقدم دوره تدريبيه تطويريه بقدمها على كذا دوله بالعالم. بخصوص الايفنت، احنا شغلنا تنظيم الايفنت، لحد جيت هلا الحمد لله كتر خير الله راضية كل الرضا. ولكن أي إنسان يسعى أنه يطور من أعماله ومن مهاراته، إن شاء الله عن قريب إحنا بصدد الدراسة لمشروع أكاديمية معتمدة رح نقدم فيها دورة تدريبية ورح نخص فيها كذا مجال. أينما وجد الأمن والاستقرار وجد الاستثمار، هاي باختصار. وطبعا بصفتي واحدة من 222 جنسية و130 ديانة مختلفة مقيمين على دولة وأرض الإمارات الحبيبة، أرفع شهادة عرفان بالجميل لحضرة سيدي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد المفضل وسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدعمهم المادي والمعنوي للشركات الناشئة. المساواة اللي عم عيشها يوميا بهذا البلد العظيم هي عم تشعرني بالإنسانية، واللي عم تشجعني للعطاء والإبداع والنجاح. الله سبحانه وتعالى أكيد لقيت كل الدعم من أهلي وعائلتي طبعا، ومن أستاذي بالجامعة الأستاذ والصحفي والناقد والكاتب والإعلام الشامل الدكتور أحمد طقش. كان دايما بيردد لي عبارة اللي هي ثقتك المطلقة
بقوة ربك المشرقة ستفتح لك كل الأبواب المطلقة. باي ذا واي، هيدا عنوان كتاب من كتبه، بنصحكم بشدة انه تقروه لانه في حد ذاته مدرسة. وكان على طول بيقول لي انه عم اقرا فيك النجاح، عم شوف فيك النجاح والتفوق والإبداع.